معانا علاء السابع، عضو الشعب العامه للسيارات باتحاد الغرف التجاريه. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا عليكم وعلى جميع المشاهدين. اهلا وسهلا. قرار جهاز حمايه المستهلك هيوقف الاوفر برايس؟ لا، هو الحقيقه جهاز حمايه المستهلك اتخذ خطوه ممتازه الحقيقه لعدم الخلط بين الاشياء وبعضها، ولكن موضوع الاسعار المتواجده، وانا ما بسميهاش الحقيقه اوفر برايس، انا بسميها سعر السوق. يعني انا ليا وجهه نظر خاصه في هذا الموضوع، هو سعر السوق اللي بيتحدد عليه السعر بناء على العرض والطلب. ولكن حمايه المستهلك الزم التاجر او الموزع او ايا كان اللي بيبيع السياره، حتى الوكيل، بالسعر اللي موجود على العربيه المتواجده موجوده جوه المعرض، ويتحط عليها السعر اللي هيتباع بيه. هيتحط بيه مواصفات العربيه، هيتحط فيه الـ الـ اللون، حتى لغايه اللون اللي محطوط على العربيه، اللي محطوط على العربيه عشان كل مواصفات العربيه، كل مواصفات العربيه مع السعر. مع السعر حضرتك، السعر ده هو السعر اللي بينفذ بيه المعرض اللي حضرتك دخلته، سعر العربيه اللي هو سعر السوق. حضرتك قابلت بيه هتاخده، ما قابلتش بيه بتشوف عند حد تاني. لكن هو الحقيقه بيحمي الدوله نمره واحد كمان في ضرائبيا، لان كان في ناس بتتهرب فعلا من الضرائب. معنى انه يحط المهم انه يحمي الناس، المهم انه يحمي ويحمي الناس كمان. ما هو الاثنين، حضرتك هو بيحط سعر العربيه وبيحط السعر اللي بيبيع بيه العربيه، سواء هو بقى كتير سواء هو قليل، انت من حقك انك ترفض او تقبل انك تشتري. وهو ده اللي بيهم، الشفافيه تبقى موجوده على مستوى كل الاطراف، لكل الاطراف، يعني بقى سواء مستهلك او بائع. مش هنلاقي بعد كده تاجر عربيات يقول للناس اللي عايز يستلم دلوقتي يدفع سعر ازيد؟ لا، هو هيحط سعر العربيه عليها، زي ما حضرتك بتدخل سوبر ماركت تشتري ازازه بيبسي ولا علبه شوكولاته او اي حاجه، وتلاقي مكتوب عليها 32 جنيه، 5 جنيه، 7 جنيه، حضرتك السعر ده اللي انت بتدخل على الكاشير وتروح حضرتك تدفع ال 5 جنيه او ال 20 جنيه او ال 30 جنيه اللي كانوا مكتوبين عنك عندك. حتى الحاجات طبعا اللي هي في السوبر ماركت والحاجات اللي بتبقى اسكان يعني بتعمل لها اسكان على الكاشير وتدفع. هو ده بالظبط اللي هيحصل في العربيات. حضرتك تدخل تلاقي العربية مكتوب عليها 326 ألف جنيه. حضرتك 326 ألف زي ما مكتوب تاخد. حضرتك ما عجبكش السعر بتروح في مكان تاني يمكن يكون أقل. واخد بال حضرتك؟ تمام. هو ده المغزى من الموضوع. أنا شاكر ليك يا أستاذ علاء. الحقيقة خلونا نتكلم.